يوم بنحتفل في المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب دول العالم في هذا اليوم تحت شعار الشباب هم القادة، وهو تركيزنا أيضا كحكومة في مسارات التحديث الثلاث والتي تم إقرارها بأن الشباب هم قادة وهم شركائنا أيضا في تنفيذ هذه المسارات، فلولاكم لن نستطيع تنفيذ هذه المسارات. اليوم نحن نجتمع هنا من أجل أن نحتفل بهذا اليوم، من أجل أن نضع التزاماتنا في حيز العمل. إحنا الأساس لعمليات التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. اليوم كان مؤتمر مميز، بنحتفل باليوم العالمي للشباب، وبالإضافة أنه كان هناك عدة طاولات، كان كل طاولة مختصة بمواضيع عن العمل اللائق والتطوع، عن السياسة، عن المناخ، التعليم وغيره. اليوم ضمن المؤتمر اللي احنا فيه يكون ضمن طاولة العمل اللائق والتطوع، صراحة كانت جلسة جميلة. اللقاءات هاي جدا مهمة مع صناع القرار للشباب حتى يحس بدور الفاعل والحقيقي بعملية صنع القرار والاشراك بتغييرات المجتمعية اللي بتأثر على أهداف التنمية المستدامة. وحقيقة في هذه الجلسة وجدنا أن هنالك تجانس حقيقي بين الفكر الشبابي وتقديم المقترحات الشبابية وما بين الواقع الشبابي من خلال إيجاد مقترحات وحلول ومناقشة الواقع للعمل والسوق العمل الأردني. اليوم هذا اللقاء مهم لأنه الشباب فيما يتعلق بالأمن الغذائي والزراعة نتطلع منهم إنهم هم يساعدوا على تجديد شباب القطاع. خلال مناقشاتنا فيما بيننا كشباب وفيما بين صناع القرار قدرنا من خلال هاي الجلسة نتحاور فيما بيننا عن حول آثار التغير المناخي اللي عم بتأثر علينا كشباب واللي عم بتلامسنا، بالإضافة لذلك عن دورنا كشباب في تعزيز السياسات وطرح السياسات والضغط على صناع القرار في خروج بحلول بتساعدنا بالحد من قضايا التغير المناخي.